البحث كان في المجال التقني بشكل أساسي، ولكن في المجالات الأخرى بشكل نظري. تمام، يعني أنا بروح في المجالات الأخرى بستشف إيش هي الحلول الإدارية والفنية اللي أوجدت الاستقرار فيها. قطعا الإشكالات دي كانت موجودة في كل المجالات، تمام، ولكن تم إيجاد جواب لها وحلها وانتهت، خلاص أصبحت مستقرة، كلها مستقرة. وأي شيء مستقر هو قبل ما يكون مستقر هيكون المشكلة موجودة، ولكن أول ما يستقر خلاص هيصبح هو الواقع هو هذا. تمام، ما حد حيسأل ليش وكيف، خلاص. فالمجالات الأخرى اللي هو المجال الرياضي، المجال الفني، المجال الغذائي، كلها مجالات هذه موجود فيها جوانب فنية وجوانب إدارية، وموجود فيها أسئلة وأجوبة لحالات ومواقف، موجود فيها حلول للاستقرار سواء كان في الفني أو الإداري. أبسط مثال هذا الموضوع اللي هي الأكلات الشعبية، مثلا خلينا نقول الطعمية. الطعمية ليها مواصفات معينة، ليها أداء معين، ليها كوادر معينة. الكادر اللي موجود في الطعمية لا يمكن إنه هو يدخل في، يعني هو طباخ صح، ولكن ما يقدر يتجاوز احتياجاته الفنية، احتياجات بسيطة جدا. تمام، هو بس بيقلي وخلاص. تمام، ما يقدر يدخل لمرحلة إنه هو والله ممكن يسوي، ممكن يعمل ذبيحة، ما بس هي محدود، يعني هي يعني شيء بسيط وهدفه واضح وخلاص. تمام، هل هو كل الطبخ؟ لا، مش كل الطبخ، ولكن جزء منه، ولكن منتشر. تمام، ليش؟ لأنه بسيط، بسيط فنيا، بسيط إداريا، تمام، وتكلفته قليلة جدا، وبالتالي شريحة المستهلكين فيه كبيرة. تمام، هذا الآن ما هو شيء فني، هذا شيء إداري، هذا واحد مدير اللي سواه. تمام، فنيا ممكن الطعمية نفسها، الطعمية نفسها هذه منتج فني. تمام، ولكن التنظيم ليها، التنظيم الإداري ليها، والمسميات وطريقة الأداء والترتيبات، هذه يعني إدارية. تمام، مين سواها، كيف صارت، الله أعلم، ولكن هذا اللي تقدر تتعلم، يعني تقدر تستفيد، يعني تشوف التجربة وبعدين تستفيد.